بسم الله الرحمن الرحيم Oh, my God.
فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. فهب لي من لدنك وليا يرثني فهب لي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. نعم
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال كذلك قال كذلك قال ربك قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم
ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا غلاما زكيا
فحملته فانتبذت به مكانا بصيا. فأجاء قد جعل ربك تحتك سريا
الصلاة والزكاة ما
يا أحد هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت قال إني
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت قلت وقولك المبين وأنت أصدق القائلين كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هكذا يا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالقاهرة. نقلناها لكم من داخل مخازن الفراشة الكبرى أولى وكبرى مخازن الفراشة بمحافظة القهلية إدارة ومحلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق المقيمين بدرين. الهندسة الصوتية والهندسة الكهربائية لصاحب الباشمهندس أحمد وأسامة أبو رزق المقيمين بدرين.